بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام الكريمة. ونسأل سؤالا، لماذا سميت عرفات بهذا اليوم، أو لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ يوم عرفة سمي بهذا الاسم، ذكرها الشيخ الشعراوي في خواطره عن القرآن في الآية 199 من سورة البقرة صفحة 853، والشرح كما يلي: أصل كلمة عرفات وردت فيها أقوال كثيرة، ونقول منها القول الأول، لأن آدم هبط في مكان وحواء هبطت في مكان، وظل كلاهما يبحث عن الآخر حتى تلاقيا في هذا المكان، فسمي اليوم فسمي المكان بعرفة. يبقى سيدنا آدم هبط من الجنة في مكان، والسيدة حواء في مكان، فظل يبحث عن بعضهما حتى وصل أو تلاقيا في هذا المكان فسمي بعرفة. وسبب هبوطهما من الجنة أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء: اسكنا الجنة وكلا منها حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجرة، فغواهما الشيطان وأكل منها، وكان ذلك عصيان من آدم لربه. فأوحى الله لآدم بكلمات يقولها حتى يتوب عليه من ذنبه، فقالها فتاب عليه. ثم جاء قرار الله سبحانه وتعالى بأن يهبط آدم وحواء والشيطان معهما ليعيشوا في الأرض، كما تقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 38 من سورة البقرة. يبقى هذا هو القول الأول، ويقول أو القول الثاني في تسمية عرفات، أن سيدنا آدم قالت له الملائكة وهو في ذلك المكان، قالت له الملائكة: اعرف ذنبك وتب إلى ربك. فقال: عرفت. فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال هذه القولة فكانت هي يعني سبب الغفران له. القول الثالث في تسمية عرفات، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم إبراهيم عليه السلام، وهو الذي دعا ربه أن يجعل أفئدة الناس وقلوبهم تميل وتهوى هذا المكان، فرأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، وتلك مسألة شاقة من ثلاثة وجوه: المشقة الأولى أنها رؤية وليست وحيا، المشقة الثانية أنه ابنه الوحيد، والمشقة الثالثة أنه هو الذي سيذبحه. يبقى إذن هنا ثلاث مشقات تحملهم سيدنا إبراهيم عليه السلام: المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحيا، والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد، والمشقة الثالثة أنه هو الذي سيذبحه. إنها ثلاث مشقات صعاب، ولكن وليس من المعقول أن هذه المسألة تمر على أبي الأنبياء بيسر وسهولة، بل لابد سيدنا إبراهيم تحدث مع نفسه فيما بينه أو بينه وبين نفسه كثيرا: هل هي رؤيا أم ماذا؟ ومن هنا سمي اليوم الذي قبل يوم عرفة بيوم التروية. وعندما تأكد سيدنا إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق، عرف أنه لا بد أن ينفذ ما رأى، والمكان الذي عرف فيه حقيقة الرؤيا سمي عرفة. يبقى سمي عرفة لأنه المكان الذي عرف فيه حقيقة الرؤيا.
وقول آخر لسبب تسمية، أو يقول فيه حين جاءت له الرؤيا يذبح ابنه، فالشيطان لم يدع مثل هذه الفرصة تمر، وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم، أليس هو القائل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سورة الأعراف. فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالحصى 7 في المرة الأولى، ثم عاوده مرة أخرى فرجمه 7، وجاءه في الثالثة فرجمه 7، بعدها لم يأتي إليه ثانية، فجرى إبراهيم مخافة أن يلاحقه، ولذلك سمي المكان بالمزدلفة. والمزدلف أو المزدلف هو المسرع، ويسمى زلمجاز، أي أنه اجتاز المزدلفة ويكون قد عرف المسألة عند عرفة. هذا رأي لماذا سمي اليوم بيوم أو سمي اليوم بيوم عرفة. القول الرابع في تسمية عرفات أن جبريل كان يعرف سيدنا إبراهيم المناسك في هذا المكان، أي على جبل عرفة أو جبل عرفات، فيقول عرفت، فيرد إبراهيم يقول عرفت، ومن هنا جاءت التسمية عرفات. هذا هو القول الرابع. القول الخامس والأخير في تسمية عرفة أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان، فكل منا عرف الأركان، هذا عرف وذاك عرف وثالث ورابع وهكذا، فيكون كلنا عرفات، ويصبح المكان عبودية لله تعالى اشترك فيها جميع الحجاج. يبقى 5 آراء بسبب أو يعني لماذا سمي اليوم بعرفات أو يوم عرفة، 5 آراء. الأول يعني باختصار، الأول أن آدم وحواء عندما هبط في الأرض ظل كلاهما يبحث عن الآخر حتى تلاقيا في هذا المكان فسمي عرفة. والقول الثاني أن سيدنا آدم قال للملائكة وهو في ذلك المكان اعرف ذنبك وتب إلى ربك، فقال عرفت. القول الثالث أن سيدنا إبراهيم أو أن سيدنا جبريل كان يعلم سيدنا إبراهيم مناسك الحج، فقال وكان يقول له عرفت، فيرد عليه سيدنا إبراهيم عرفت. فهذا القول الثالث. القول الرابع كان يعني أن أو القول الأخير أن الإنسان في هذا المكان يعرف ما شرع الله سبحانه وتعالى، وكل منا أنا عرفت وأنت عرفت وكلنا عرف، يسمى هذا اليوم بيوم عرفات. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام ولا تحرمنا الوقوف بعرفة، واكتب لنا ولكل الناس الصالحين الجنة. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم ارفع عنا البلاء واكتب لنا حج بيتك الحرام، وكل عام أنتم بخير.